You're seeing now. المهم السلام عليكم جميعا، معكم احمد وردي من موقع arabvfx.com. اليوم بدنا عم نحكي عن شيء هو الكاميرا تراكر الموجود ضمن السي اس 6. بناء على طلبكم باخر فتره عم تقولوا لي فوت بالديتيلز، هلا حنفوت بالكاميرا تراكر، بعدين حنحكي عن موضوع 3D. الفكره من هذا المشهد احنا ما نفوت بموضوع الكواليتي، انما نشرح البيزك الموجوده ضمن الافكتس. الافكت صار هو موجود ضمن السي اس 6، ما في داعي تستخدمه للموكا ولا تستخدمه كاميرا تراكر البلاكن الموجود، لانه السيستم الاصلي موجود قوي جدا. خلينا ننتقل مباشرة على الدرس أصدقائي. طبعا مثل ما كنتم شايفين هون بهذا البروجكت اللي حتلاقوه محمل مباشرة على صفحة الموقع RFFX، حنلاحظ هذا الفوتج اللي هو شخص عم يحاول يمشي على حبل، طبعا مسحوب من قناة Discovery Channel. فالفكرة هي كيف فيني أنا أعمل حبل اثنين قريب للسيستم، وكيف فيني أنا الفكرة الأساسية فوت موضوع البلاكين الخاص بالكاميرا تراكر الخاص بالأفتر إفكت. حتى ما أطول كتير خلينا مباشرة كبسة يمين على الفيمو، على الفيديو المحطوط هون، طبعا هو مسحوب من الفيمو. طبعا أنت إذا دورت هون على الكاميرا تراكر ما راح تلاقي سابقا ذا فاوندري كاميرا تراكر، هو 1.0 القديم، سيستم قديم، هذا خلص احذفه ما عاد في داعي له، أو فيك تخليه بس هيك لتتذكر شيء للذكريات فيك تخليه. اوكي كبسة يمين ونطلع، بكبسة يمين حيعطينا قائمة اسمها، بالقائمة حلاقي شيء اسمه تراكر كاميرا، اذا كبسنا عليها حيعطينا مباشرة 3D كاميرا تراكر، ولحاله حيبلش يعمل analyzing in the background setup 1 of 2، بيعطيك انه تلقائيا. فبيبلش هلا هو بيحلل المشهد الموجود عندنا، وبيرجع بيعمل بروجرام ليشوف قديش كمية الهزة، هذا المشهد الهزة فيه حتكون خفيفة مع روتيشن، ولكن حتتفاجأ بالنهاية بكمية الكواليتي بالتراكر. ما رح يعتمد على النال سيستم، انما حيعتمد على البوينت الموجودين، ويعمل لك كاميرا عامة وانت فيك تحدد بعدين البوينت اللي بدك اياها. يعمل فريم 2 بضل ال 190 بكون خلص الانالايزنج. هلا طبعا انا عامل انالايزنج، بدك تستنى شوي عليه، اذا اعطاك ايرور معناتها المشهد فيه مشكلة، اما في اوبجكت عم يتحرك من مكان لمكان بدك تعمل له ماسك توقفه، هذا الشيء له طريقه ثانيه. اوكي بعد ما خلصنا انتلايزنج مثل ما احنا شايفين هون بيعطينا مجموعه بوينت فيك انت تحدد عليهم، يعني ممكن انا احدد على بوينت معين له كبسه يمين، كرييت تكست اند كاميرا، كرييت سوليد كاميرا، كرييت نال، انت حر فيك تعمل تاكت، فيك تعمل سوليد، بس الحلو بالموضوع انه فيك تحدد المنطقه بدك اياها وتعمل عليها التاكت، بالتالي حتكون نتيجه 100% تركر عليها. هلا حتى فوت لانه الشغل تبعي هو سمبل، حقول له شيء كرييت كاميرا. هلا اذا فرضا كان في عندك زوم بالمشهد تعمل له فيربل زوم، اذا كان عندك مشاكل ثانيه انه سرعه حركه كثير قويه او فسلو اوف ميسيو، هو بيرجع بيعمل لك تصليح لإله، حقول له كرييت كاميرا، اعطاني مباشره كاميرا من هون درافت، اذا بدي اعمل بريفيو بعمل سوليد، فاذا قلبت هلا 3D وقلت له بريفيو بالضغط على رقم 0 حنلاحظ انه سوليد تفاعلت مع المشهد. طبعا عم نلاحظ نظام الرندر كيف اختلف بالسي اس 6 كلياته تلقائيا. في نقلة كتير جيدة بالنسبة لشباب الجرافيك، أنا أولهم طبعا. اوكي الشيء اللي حعمله هلا حضيف مجموعة حبال موجودة على المشهد لتطلع الخدعة قريبة لهذا السيستم موجود هون، بس أول شيء حعمله إني أنا هفوت على السوليد الموجودة على السيتنج تبعها، حأرفع القيمة مع الضغط مع اللوك، لأنه مع حركة السوليد مع الكاميرا عم نلاحظ إنه
الفكرة وين؟ خفف الكواليتي شوي. فعل العين خاص باللاير. فوت على شيء اسمه بالكرياتر في شيء اسمه ستروك، هذا الديفولت الموجود. اول ماسك بحدد كل الماسكين اللي انا مستخدمهم وبقول له خليني اشوفها ترانسفير. اذا بلغي الماسك من هون اعطاني خطين. طبعا بحدد على منطقة الماسك على اللون، باخذ منه بالنقاطة. اوكي هاي النقاطة شو تسمية كتير قديمة. على الفل عم نلاحظ انه النتيجة كتير قوية اللون. فيني خففه كمان شوي صغيرة كمان. كتير قوية، فنحن مننزل الاماونت لتقريبا 6. وبنفس الوقت بحدد هون ايفوليوشن موجود ليدور تقريبا 6 دورات. مع الضغط مع البريفيو لانه الفكرة هي بما انه الحبل الاساسي عم يهز يمين شمال، ففيني كمان اعمل انا التو لاينز اللي اشتغلتهم كمان يعطي هزة خفيفة يمين شمال، فحتكون نتيجة نوعا ما رياليتي. اذا كنتوا حابين اذا فيكم تعملوا لي سبسكرايب اذا كنتوا تطلعوا على اخر المعلومات الموجودة عنا، واذا كنتوا حابين كمان فيكم تضيفونا على صفحة عرف بي اف اكس. لقدام في نتائج جيدة انا متوقع للموقع. صار عدد المشاهدين لليوم شي بحدود 125,000، وانا بشكركم كتير. وان شاء الله لقدام بفرغ حالي للموقع اكتر. مش كهلا شغل رمضان بتعرفوا، في مسلسلات وفي شغل هلا مستلمينه كمان لبرامج رمضان. اوكي معكم كان احمد وردة، بشوفكم قريبا.